أسعد الله صباحكم والمساء. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، يعني اغتابه، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. فاحفظوا لسانكم من الغيبة والنميمة. فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمون أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. السلام عليكم.